والشهداء والمجاهدين في سبيل الله. السلام عليكم أيها الأحبة الكرام، الإخوة والأخوات في الله ورحمة الله وبركاته. في البداية، رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة وأهدى ثوابها إلى روح قائد انتفاضة الكرامة الشيخ عبد الأمير الجمري، وإلى أرواح شهدائنا الأبرار عليهم الرحمة والرضوان. إن الشهداء أحياء يتمتعون في عالمهم البرزخي، وهم أحياء في هذه الدنيا، لأن أهدافهم ورسالتهم لا زالت حية، يرفعها تحملها الأجيال بوجه قوى الظلم والقهر والعدوان. الشهادة رؤية وعطاء، فالملاحم التي سطرها الشرفاء في جهادهم الدامي على أرض بحريننا الحبيبة، والتضحيات التي قدمها المجاهدون في طريق الرسالة، ما كانت إلا بموجب إيمانهم بدرس الشهادة الذي لقنه الإسلام لأبنائه. وعليه فإن الاحتفاء بعيد الشهداء 17 ديسمبر هو واجب وطني وديني بامتياز، يحمل في طياته درسا بالغا لأتباع الحق، مفاده أن الفناء في سبيل الدين والوطن ما هو إلا مهر السعادة والحياة الخالدة. ها نحن اليوم نحيي عيد الشهداء لنؤكد من جديد أننا ماضون على خطهم، ساعون لتحقيق أهدافهم التي ضحوا من أجلها. 23 عاماً مضت منذ أن أصدر الطغاة قرارهم بإطلاق الرصاص على صدور المتظاهرين في باكورة تظاهرات انتفاضة الكرامة، ليهوي الهانيين مضرجين بدماء الإباء، مضرجين بدماء الإباء، وتفتح قوافل الشهداء وتجري دماء طاهرة، لتزداد غزارة مع عهد الطاغية، وتزداد شعلة النضال توهجا حتى يوم الميعاد الذي سيكون أشد على الطاغية وزمرته. عندها يكون القصاص وتكون العدالة ويخزى الطاغوت وجنده. فسلام على الشهيدان الهانيان، وسلام على شيخ الشهداء سماحة الشيخ علي النجاس، وهنيئا لآخر الشهداء، آخر شهداء المقاومة والفداء، رضوان الله تعالى عليهم جميعاً.